Hi everyone, how are you today? With you Mr. Hani. النهاردة معانا لسم 9 من Unit 1 أولى ابتدائي لمنهج Connect Plus. واللسم بتاع النهاردة هيكون Life Stages اللي هي المراحل بتاعت الحياة. Vocabulary أول كلمة عندنا وأول مرحلة احنا بنكون فيها واحنا صغيرين وهي ان احنا نكون ايه؟ Baby يعني طفل رضيع لسه صغنن. Baby لما نكبر شوية بنكون Child يعني طفل. بعد ما تكون طفل بتدخل على مرحلة جديدة وهي مرحلة teenager اللي هو المراهق. بعد كده بنكون adult اللي هو البالغ. بعد كده لما بنكبر شوية بنكون elderly person يعني شخص كبير في السن. فاللي قدامكم دي اسمها يبقى human life stages يعني مراحل حياة الإنسان. المراحل بتاعت حياتنا بنكون baby, child, teenager, adult, elderly person يعني من طفل رضيع لطفل لمراهق لبالغ لإيه لشخص كبير في السن. فلازم يكون حافظين الفوكابولري اللي موجود قدامنا ده كويس جدا. baby, child, teenager, adult, elderly person احفظهم كويس قوي. اوكي دي عبارة عن إيه بقى؟ human life stages يعني مراحل حياة الإنسان. وده كويس بسيط بيقول لي read, trace and the number يعني اقرأ وتتبع ورقم الصور. عندنا number one تاليا is a baby, she's one يعني تاليا تكون صغنونة وعندها ايه سنة واحدة بس. أمير is a child, he's seven. أمير طفل وعنده 7 سنوات. مريم is a teenager, she's 15. مريم تكون مراهقة وعمرها 15 سنة. ماجد is an adult يعني ماجد يكون ايه شخص بالغ. نجوى is an elderly person يعني نجوى تكون كبيرة في السن. بعد ما قرأنا الكلمات دي هنحاول نوصلها بالصور. طبعا ده طبعا easy سهل جدا. يعني تاليا is a baby, فين البيبي؟ اهو. يبقى نعمل ايه؟ نرقم هنا الصورة يعني نكتب number one هنا اوكي في السيركل اللي عندنا هنا. امير is a child, 7. فين امير؟ عنده 7 سنوات اهو. يبقى نكتب هنا كده في السيركل دي نكتب نمبر 2 وهكذا. عندنا بقى هنا اكتيفيتيز على لسن 9 ولسن 8 برضو كمان. choose the correct answer between brackets اختار الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. my grandpa is 60, his aunt يعني جدي يكون عنده 60 سنه. ده يعتبر ايه؟ elderly person ولا adult؟ طبعا يعتبر شخص كبير في السن فنختار اول واحده. عمر is 16, he's a baby ولا teenager؟ واحد عنده 16 سنة هيكون baby؟ لا طبعا هيكون ايه؟ teenager. طيب summer is 6, she's a ولا an؟ واحدة عندها 6 سنين بتكون ايه؟ a child. ريهام is 10 ولا 1؟ she's a baby. هنا بقى قال لي baby, طالما baby يبقى احنا نختار الرقم الصغير اللي هي she's 1. احمد is 27, his aunt. هو دلوقتي احمد عنده 27 سنة يعتبر adult ولا elderly person؟ طبعا يعتبر adult لان لسه صغير مش كبير في السن. I am a child, انا اكون طفل. I am 17 ولا 7؟ طبعا اختار ايه؟ 7. ما ينفعش نختار 17 يعني 17, 7 يعني 7. لما يكون child طفل صغير يختار كام؟ رقم 7 اللي هو رقم 7. read and write true or false يعني اقرا واكتب صح ولا غلط او اكتب علامه حرف التي او حرف الاف. my brother is 7, he's a child. my sister is 15, she's a teenager. my grandpa is 80, he's an elderly person. my sister is a teenager. هو هنا بيقول اخويا عنده 7 سنين وده عباره عن طفل. اختي عندها 15 وهي مراهقه. وجدي عنده 80 وهو يكون ايه شخص كبير. فبيقول هنا my sister is a teenager. طبعا قال هنا teenager يبقى نكتب هنا ايه true. اوكي طيب هنا my brother is a baby. هو كان بيقول هنا اخويا يكون baby. لا هو قال 7 ده ما يعتبرش baby يعتبر ايه child. فنكتب هنا ايه false. my grandpa is an adult يعني جدي يكون مراهق او ما يكون شخص بالغ. لا طبعا يكون elderly person شخص كبير في السن. فنكتبها هنا ايه false. اوكي طيب بعد كده عندنا هنا look and write the missing letters انظر واكتب الحروف الناقصة. اول كلمة عندنا انا هقول لكم الحروف الكلمة وانتوا خمنوا. adult ممتازين جدا. هيكون عندنا هنا حرف الدي وحرف الايه التي. baby حرف الاي وحرف الواي. child
ممتازين، يكون حرف ال H وحرف ال D. shirt shirt ممتازين، حرف ال I وحرف ال E ال R. بعد كده read and circle يعني اقرأ وضع دائرة على العلامة صحيحة أو خطأ. teenager طبعا ده شكله teenager لسه مراهق شاب، يبقى نعمل هنا ايه؟ right. brown هل العيون اللي انتوا شايفينها دي لونها براون؟ لونها بني؟ طبعا لا، يبقى نعمل هنا ايه؟ سيركل على ايه؟ علامة الفولس. look and scramble and write انظر واعد ترتيب الحروف واكتب. baby b a b y baby. adult a d u l t child c h i l d baby adult child. read order and write يعني اقرا ورتب واكتب. هنبدا طبعا بايه؟ بكلمه احمد، هو حاطط تحتيها ايه؟ خط. احمد لازم ندور على الفيرب بعد الايه؟ بعد السبجكت. الفيرب هنا عندنا فيرب مين؟ فيرب تو بي اللي هو از. احمد از، بعد كده ا او ان، ده طبعا هنا ان، وبعد كده كلمه ايه؟ adult. احمد از ان adult يعني احمد يكون ايه؟ شخص بالغ. نمبر 2 هنبدا بهي، بعد هي عندنا هنا الفيرب اللي هو هاز، هي هاز. بعد كده بنجيب اللون الكالر الاول براون، بعد كده الناون هيكون eyes، يبقى he has brown eyes يعني عينيه لونها بني. هنبدأ هنا برضو بهي، لازم ندور على الفيرب اللي هو is، he is. بعد كده an elderly، بعد كده كلمة مين؟ person يعني هو يكون شخص ايه؟ كبير في السن. بعد كده بيقول لي هنا read and match A with B يعني اقرأ وصل عمود الـ A مع العمود B. Amr is a child يبقى هو عنده كام؟ child يعني ايه؟ يعني طفل، يبقى he's 7 يبقى نكتب هنا number ايه؟ number 1. مريم is 14 واحدة عندها 14 سنة يبقى تعتبر ايه؟ teenager، يبقى نقول she is a teenager، نختار رقم ايه؟ D، نكتب هنا number 2. she is 25 هي عندها 25 سنة يبقى دي تعتبر ايه؟ adult، شخص ايه؟ بالغ، يبقى نكتب هنا number ايه؟ number 3. عايزين نوصل برضو ممكن نوصل. بعد كده هنا بيقول لي copy the following sentence نجوى is an elderly person، نكتبها هنا بخط ايه؟ جميل عشان يكون شكله حلو كده. بعد كده عندنا lessons 10 و 11 نخليهم مع بعض مع lesson برضو 9 دلوقتي كمان عشان يبقى اي فيديو واحد ما تقعدوش تتوهوا كتير وسط الايه الفيديوهات. let's make friends let's move يعني يلا نعمل اصدقاء ويلا ايه نتحرك. الفوكابولري الموجود عندنا هنا let's make friends يلا نكون صداقات ونعمل اصدقاء. اول كلمه عندنا هي كلمه goodbye. goodbye معناها وداعا او للقاء. share كلمه مهمه جدا ولازم كلنا نتعود ان احنا نعملها في حياتنا. share يعني يشارك. toys toys يعني العاب اطفال. play together play together يعني نلعب معا نلعب مع بعضنا يعني. smile smile يبتسم. shake hands shake hands يعني ايه؟ يعني يصافح. يبقى احنا عندنا هنا كلمة goodbye share toys play together smile shake hands كل دي يعتبر ايه؟ vocabulary لازم نكون حافظينه كويس جدا جدا جدا. الام بقى تعمل مع ولادها ايه في البيت؟ ممكن تكتب الكلمة تمام وتكتب المعنى بتاعها بالعربي فالابن يوصل الكلمة بالايه؟ بالعربي بتاعها. ممكن الام ترسم رسمة وتكتب والطفل يكتب الاسم تحت الرسمة. ممكن الام تعمل ايه؟ تلخبط الحروف والابن يعمل ايه؟ يكون الحروف دي وهكذا بقى. let's move يلا ايه؟ يلا نتحرك. عايزين نقول بعض الحاجات اللي احنا بنعملها كتير في حياتنا. wave goodbye يعني نلوح بايدينا كده، نشاور بايدينا كده، نقول له واحد ايه؟ باي، مع السلامة. wave goodbye دي معناها ان احنا ايه بقى؟ بنلوح بايدينا عشان نودع شخص. say hello يعني قول مرحبا. say hello. sit down sit down. اجلس لما تحب تقول لواحد اجلس قول له sit down. طب لما تيجي تقول له اقف هتقول له stand up stand up يعني كف. close your book يعني اقفل الكتاب بتاعك. open your book افتح الكتاب بتاعك. يبقى let's move يعني ايه؟ let's move يعني يلا نتحرك. wave goodbye say hello sit down stand up close your book open your book.
دلوقتي بقى الام تعمل مع ابنها لعبه حلوه قوي وكويسه جدا، او مع بنتها، هتجيب معاها كتاب، تخلي فيه كتاب قدام الطالب او قدام الطالبه، تمام، وتيجي تدي له بقى اوردرز بقى ورا بعضها، اوامر، سيت داون فالطفل يقعد، ستاند اب فالطفل يقف، اوبن يور بوك يفتح كتاب، كلوز يور بوك يقفل الكتاب، لو غلط في حاجه يبقى هو كده خسر، فنعيد مره تانية، نلعب الجيم مره تانية، وهكذا. الطفل لما بيلعب كتير في لما بيلعب يعني ياخد العمليه التعليميه عن طريق الجيمز، فالامر ليه بيكون حلو قوي وجميل جدا ومحفز، وكمان بيثبت المعلومه عند الطالب. يعني لازم الام او الاب يعني لو بيذاكر لابنه يعني او بنته يقعد معاهم يعمل لهم الحاجات دي عن طريق الجيمز، ماشي؟ فممكن نقول لهم مثلا ايه، ستاند اب يقف، سيت داون ستاند اب سيت داون، نفضل نعمل كده ونيجي في مره نلخبطهم، اوكي؟ يعني دي برضو حاجات مفيده جدا للطلبه. وعندنا هنا سينج اوبن يور باج اوبن يور بوك، طبعا مش هغنيها اكيد يعني، انا صوتي وحش في الاغاني، مع الله اعلم مش بعرف اغني يعني. اوبن يور باج يعني افتح كتاب الشنطه بتاعتك، اوبن يور بوك افتح الكتاب، سي هالو 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 هالو، ده انتوا راغيين قوي، اتس تايم تو سي هالو يعني ده وقت ان انت تقول ايه هالو، كلوز يور باج كلوز يور بوك، سي جود باي جود باي جود باي جود باي، ايه كل ده، اتس تايم تو سي جود باي يعني ده وقت ان انت تقول ايه جود باي، يلا جود باي مع السلامه، مش انتوا طبعا اكيد ده هم. Activities على lessons 10 و 11 read and match sit down sit down يعني اجلس، فين الصورة اللي بتقول اجلس؟ اهي، يبقى نختار نعمل نشاور كده عليها، نعمل match كده. shake hands يعني ايه؟ يعني يسلم بايديه، يبقى نعمل match هنا. wave goodbye يعني بيلوح يقول ايه goodbye الى اللقاء يا اصدقاء، يبقى نعمل كده match. اوكي، look and write the missing letters يعني انظر واكتب الحروف الناقصة. shake hands يبقى هنا shake حرف ال A، hands يبقى هنا حرف ال N، smile يبقى هنا حرف ال M وهنا حرف ال L، toys هنا حرف ال O، هنا book هي برضو حرف ال O، حرف ال A حرف ال K. طيب بعد كده بيقول هنا read order and write، اقرأ ورتب واكتب. بنبدأ بكلمة we the subject، بعديها ال verb اللي هو say، we say goodbye، احنا بنقول goodbye مع السلامة. I نبدأ بيها طبعا، play لازم الفيرب بعد السبجكت، I play أنا ألعب، with مع my friends أصدقائي، يبقى I play with my friends أنا بلعب مع أصدقائي. read and circle يعني يبقى اقرأ وضع دائرة. we play together إحنا بنلعب مع بعض، فين اللي بيلعب مع بعض؟ أهم، يبقى نعمل عليهم إيه؟ circle كده. close your book اقفل الكتاب بتاعك، فين اقفل الكتاب بتاعك؟ أهو، يبقى نعمل عليها إيه؟ circle كده. read and write true or false يعني اقرا واكتب اذا كان true ولا false. I can make friends I can make friends انا اقدر اعمل اصدقاء او اصنع اصدقاء او اكون صداقات. I say hello and I smile to my friends انا بقول اهلا مرحبا وبضحك لاصدقائي او ببتسم ليهم. I share toys with my friends وكمان بشارك الالعاب بتاعتي مع اصحابي. we play together احنا بنلعب مع بعض. I say hello I say hello دي رايت ولا فولس؟ طبعا ايه ترو، ليه ترو بقى؟ عشان هو هنا ال I say hello يبقى نكتب هنا ايه ترو. I can't make friends انا مش قادر اعمل صداقات، طبعا الكلام ده غلط، ليه؟ لان هنا في الاول ال I can ما قالش I can't، يبقى نعمل هنا ايه فولس. طيب بعد كده عندنا هنا I share toys with my family يعني أنا بلعب أو بشارك الألعاب بتاعتي مع أسرتي، طبعا الكلام ده غلط، ليه؟ لأنه هنا قال I share toys with my friends يبقى نعمل هنا حرف الـ ELF. choose the correct answer between brackets after school بعد المدرسة we goodbye to our friends بنعمل إيه؟ we wave goodbye يعني إحنا بنلوح بإيدينا نقول goodbye. In the morning I say to my friends بقول لهم ايه الصبح؟ بقول لهم hello okay yeah, I say hello to my friends اهلا يا اصحابي، الكلام ده فين؟ In the morning. At school في المدرسة my friends and I together بنعمل ايه مع بعضنا؟ play بنلعب. My teacher told me to sit المدرس قال لي ان انا ايه؟ sit down ان انا اجلس. I know a toys with my friends I share toys with my friends لازم تقرا الجملة كلها علشان تعرف انت بتتكلم عن ايه. ممكن الطالب يقول حاجة بادي كرنب زي بادي، لا لا يا كتكوت مش هينفع كده كتكوت، لا لازم تقرا الجملة وتفهمها. I can friends I can make friends انا اقدر اعمل ايه صداقات. I my book to read I open اكيد انا بفتح كتاب عشان اقرا وانا هقفله عشان اقرا ازاي يعني. My friends and I always hands shake hands يعني ايه دايما بنعمل ايه بنتصافح بايدينا. look read and complete goodbye hands bag
We say, احنا بنقول we say goodbye. نكتب هنا goodbye. Open your, هتفتح ايه؟ Open your bag, افتح الشنطة بتاعتك. بس كده الحمد لله يكون خلصنا ايه؟ Unit 1. انتظروا ان شاء الله في Unit 2. Goodbye.